السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منورين دايما معايا هنا في اليوتيوب، بس عديكم في كل وقت وفي كل اوان. يا مرحب يا مراحب يا اهلا بمن يشارك معانا دايما هنا في اليوتيوب. بنكبر بيكم يوم ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، وسنكبر يوما وراء اخر بيكم وبفضلكم ان شاء الله بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى. في البداية اؤكد عليكم الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وزي ما قلنا، ده شكل فضلا منكم وليس امرا مني. ايه الحكاية بقى؟ ايه الجديد؟ اولا منتخب مصر سافر رايح الجابون، ربنا يستر، لا جدال ولا شك في ان ستر ربنا هو الحاجة التي يأملها المشجع المصري الان مع المنتخب الوطني، فان اي نتيجة غير الفوز قد تصعب موقف المنتخب الوطني في حالة فوز ليبيا على أنجولا، وهذا أمر من الجائز أن يكون. وقتها هندخل في مشاكل غير عادية. ليه؟ لأنه لو إحنا تعادلنا مثلا مع الجابون لا قدر الله، يبقى عندها نقطة، هتروح تقابل أنجولا تفوز عليها رايح جاي عندها 7. حلو. ولو ليبيا فازت على الجابون، على انجولا، بعدها 6، المنتخب المصري هيبقى مشكله كبيره، قصه هيبقى عنده نقطتين او عنده 4 نقط، وفي ناس 6 وممكن في ناس 7. نيجي بقى للماتش اللي هيبقى واقف كده، ماتش ليبيا، من ليبيا جالك وهي عندها 6 نقط وانت عندك 4، الموضوع هيبقى صعب قوي وتوتر. اي نتيجة غير برضو الفوز على طول بتدخل نفسك في منطقة لغمية، وانتهى مسيرة المنتخب في 3 اشهر. وبالتالي الكابتن حسام البدري عليه ان يعي تماما انه على المحك. انا قلت لكم ان احمد بيجاهد مجهز بمدير فني اجنبي من امريكا اللاتينية، ممكن يظهر بعد ماتش الجابون، ممكن جدا. قلت لكم يومها عملت لكم عنوان ان هو البدري على كف مجاهد، الموضوع على كف مجاهد، مجاهد هيعمل ياخد القرار ويمضي ولا لا، والنتيجة ما بقتش هي المهم. الحقيقة انه شكل مصر الناس كانت غضبانة غضب رهيب من كوبر عشان الاداء السيء في كاس العالم، وان احنا بندافع ورغم ان كوبر صعدت كاس عالم وكوبر ودت نهائي افريقيا بعد غياب، وبعدين ايدك والامر مفيش اي حاجه حصلت. جه الكابتن حسام البدري متكاسل عن انه يعمل معسكرات مش فارقه معاه، بيراضي الادارات على حساب المنتخب. جينا بقى في المنطقه الصعبه واللغم، ربنا يستر. يعني الماتش اللي جاي حدث فيه امر يعني مش كويس، يعني الامور هتبقى صعبه جدا جدا. نادي الزمالك، نادي الزمالك كلنا عرفنا انه القيد هيقفل 7 اكتوبر، اليوم اللي هيقفل فيه نادي الزمالك باب الترشح للانتخابات، يعني اخر يوم في باب قيد المحلي هو 7 اكتوبر، هو اخر يوم سيكون في باب الترشح في نادي الزمالك. افتكروها كويس الحكايه اللي بحكيها لكم، خلاص. طيب الصفقات الزمالك عاوز اقول لكم هيبقى باله رايق قوي. ليه؟ لان النادي الاهلي خرج نفسه بره السوق، راح جاب الاجانب اللي هو عايزهم، جاب كريم فؤاد، جاب حسام حسن، ما عندوش اماكن تانية عشان يجيب فيها حد، فخلاص خرج نفسه بره الايه السوق، وبالتالي بقى السوق فاضي للزمالك وبيراميدز وفاركو وفيوتشر والحاجات دي كلها. فدلوقتي اما الناس تيجي تبص تلاقي فيوتشر نادي جديد ناشئ، عندك بيراميدز نادي غني، عندك نادي الزمالك نادي غني وعريق وبطل الدوري بالمجموعه اللي موجوده دي، فالامور كلها هتبقى في هدوء في هدوء في هدوء. والزمالك هيعمل حسابات كتير قوي، وخصوصا في ملف الاجانب، وفي اعراض طالعه من نادي الزمالك عشان تبقوا عاملين حسابكم، يعني كجمهور نادي الزمالك في اعراض هتتحرك من نادي الزمالك.
سواء اجانب او مصريين. تعرفين انه حسب ما انا متذكر انه 5 مصريين و2 اجانب اعاره، فممكن زيك تطلع 7، 2 اجانب. هنشوف اللي هيجرى ايه في الفتره اللي جايه. بمناسبه الاعارات، الزمالك في لاعب يعيره كل ما بيعطس، كل موسم جديد يقول له شكرا انت معار، شكرا انت معار، شكرا انت معار. رزاق سيسي، رزاق سيسي الاستاذ محمد بالصلحي على موقع في الجول ذكر انه سيسي رفض انه يرجع لنادي الاتحاد يشارك معاه الموسم الجديد، وقال انه لا اما هيستمر في الزمالك او يروح احتراف خارجي. وانا وجهه نظري انه سيسي بيلعب لعبه يعيها اي وكيل وبيلعبها اي وكيل، لكن ما بيدخلش علينا. انا لو من الزمالك واللعبه اتاكدت منها ما عروش احطه في قائمه الانتظار، اقعد معانا سنه. اصلا ما بحبش حد يلعب على الزمالك بشكل امين جدا. يعني ازاي حمدي النجاز ونجم سيسي ادي 3، سيف الجزيري ادي 4، بن شرقي ادي 5، حمزه المسلوسي ادي 6. اذا الزمالك محتاج يشيل اما ما يجيبش النجاز يبقوا 5، او لو جاب النجاز لازم يمشي 1. فسيسي بيتعامل باعتباره الاقرب للرحيل لانه ما اشتغلش مع الراجل قبل كده، عنده اصابه. فليه اوافق على عارة ما ممكن يطلع فري؟ الحقيقة ان الزمالك مش هيطلعوا فري، الزمالك لو هو ما جددش العقد مفيش مشكلة هيأيده في قائمة الانتظار. قائمة الانتظار قلت الفيران الكابتن احمد بجاهد مكملة معاه الموسم ده، فعادي جدا يرفع اللاعب ويحطه في قائمة الانتظار لنهاية الموسم. وعيشنا بقى راجل راجع من اصابة كبيرة مش عاوز يجدد، هتمشي فري من يناير روح، بس على ما تلعب بقى تلعب في 9 الجاي تبقى لك سنه ونص ما بتلعبش، ما يجيلوش احتراف، يروح يلعب في الاتحاد السكندري يجوز احتمال، لكن الزمالك مش هيتلوي دراعه. وانا وجهه نظري ان الزمالك بيعمل خطوات دلوقتي عشان يكشف الحكايه دي. ارسل الزمالك فيزا لرزاق سيسي للعوده للزمالك بعد ما قال لهم انا مش عاوز ارحل للاتحاد السكندري، قالوا ده اهلا وسهلا تعال يا فندم اتدرب عندنا تعال. تمام، من هنا خلي بالكم الاستراتيجي اللي بيعملها نادي الزمالك واضح جدا ان هي بتقول لسيسي احنا مش هيتلوي دراعنا، فلو يدراع الزمالك يا رزاق مش هيحصل، انت معاك سنه معانا حلو نقعد السنه دي ممكن نقعدك ما تلعبش كوره خالص في قائمه الانتظار. اللي انت معروف يوسف من يوم ما اتحط في قائمه الانتظار اليوم ده بيدور في الدوامه بتاعت ان هو بنك اهلي الشرطه عراقي مش عارف ايه دوامه كده ما جابتش ناتج، فانت عاوز تروح الاتحاد وممكن تبقى مظبوط مع بطوله الاتحاد بس ممكن عاوز تزق خلاص طالما جيت فري زودوا لي مرتبي مش عارف ايه. انا بقول لك هذا امر لن يحدث في نادي الزمالك، وانك رزاق ممكن يبقى في قائمه الانتظار، يتم وضع رزاق سيسي في قائمه الانتظار. الكابتن احمد بجاهد اكد عليها يا رزاق ويا اخواتنا في الاتحاد، انا وجهه نظري حاولوا تقنعوا رزاق بدل ما يقعد في سنه بدون يلعب سنه ونص يعني. تمام، طبعا انتوا عارفين القصه بتاعه حمدي النجاز. حمدي النجاز وصل، حمدي النجاز اللي جايبه الوكيل حازم فتوح، البعض بيقول انه حازم المقرب لكارتيرون، ما هو لو كان حازم المفروض يستفيد يعني انا بكب المنطق بيستفيد بشكل كامل يعني من وجوده كوكيل لكارتيرون، كان كارتيرون ما رفضش انه يوسف اوباما يعني يروح الحزم، لأنه رفض انه يوسف اوباما يروح الحزم هو كارتيرون، وبالتالي مين كان يستفيد؟ وكيل كارتيرون ما استفادش. فانا مش عاوز نربط اليمين بالشمال، لكن حمدي النجاز على المستوى اللي الزمالك والجمهور الزمالك يعني
كان شايفه قبل الانتفاضة الكبيرة اللي عملها حمزة المسلوسي في بعد التوقف وبعد المعسكر الطويل. أنا قلت لكم إنه قلب الترابيزة. لكن الزمالك عنده مشكلة مع حمدي، وهي خاصة بفكرة إنه يا جماعة أنا ليا 1,250,000 دولار غرامة. أنا وجهة نظري عشان نجد نتعاقد مع حمدي يحصل حاجتين، إنه يتنازل عن 1,250,000 دولار لأنه يعلم يقينا عملها إزاي، وإنه تحايل على مين في الزمالك، تحايل يضحك يعني على مين في الإداريين اللي خلاه يبعت له الورقة واستغل الورقة عشان هو كان غضبان من أمير مرتضى، فكان عاوز يمشي وعاوز ينتقم ومشهد مش كويس. اللي في الاخر الضر كان نادي الزمالك وبالتالي وجمهور نادي الزمالك. فبالتالي يا حمدي انت محتاج ان تراعي هذا الامر في اتفاقك مع نادي الزمالك، لا اما تاخد 1,250,000 خير وبركه بس بقى مني بعد ما انت مشيت من الترجي شوف هتروح فين بكام، او ان انت تتنازل عن 1,250,000 وتاخد بقى لك 400,000 دولار كده كل شهر كل سنه في 4 سنين حاجه محترمه، او 500,000 في الاربع سنين تاخد لك 2,000,000 دولار بعرق جبينك زي ما بيقولوا وبلعبك، وان انت لازم تطلع بيان اعتذار من حمدي النجاز. انا وجهة نظري ان يجب على حمدي النجاز ان يعتذر لجمهور الزمالك. بنسبة 90% جمهور الزمالك ممكن ما يقبلش الاعتذار، لكن مهم انك تكسر الحاجز اللي بينك وبينهم. الاعتذار يكسر، اقبله او ما اقبلوش دي حاجة تانية، لكن يكسر الحاجز اللي محطوط بين نادي الزمالك او جمهور نادي الزمالك وحمدي النجاز، ثم يتنازل على الاقل مش اقل من 80% من قيمة الغرامة اللي على الزمالك. طب هو ايه حتى الان حمدي لم يوقع مع نادي الزمالك؟ الكلام انه يوم الحد الزمالك قعد امبارح قعدة طويلة، قعدوا 6 ساعات يتناقشوا وينهدوا ويودوا ويجيبوا ويحكوا ويطلبوا وهو يطلب وهم يحكوا وهم يطلبوا وهو يطلب وهو يحكي الكلام ده 6 ساعات يعني بيعضوا برليف يعني. فبعد 6 ساعات اتفقوا انهم يتقابلوا الحد، اتفقوا انهم يتقابلوا الحد تاني نعيد الجرة من تاني عشان نشوف القصة تاني ونشوف الحكاية ايه. هل حمدي النجاز عنده عروض تانية؟ ولو عنده الزمالك اهم من اي عروض، الوجود في الزمالك وبطل الدوري اهم من اي عروض، المشاركه في افريقيا اهم من اي عروض، القيمه الماليه بتاعت نادي الزمالك اكيد اكبر من اي عروض تاني. وانا مش مصدق، انا كشادي عيسى مش مصدق نهائي وبتاتا انه عنده عرض في مصر اكبر من عرض نادي الزمالك ولا حتى من بيراميدز، عشان دول بأمنا يعني. فدي اوهام شديده. باعتبار اني جبت ذكرت بيراميدز في الطريق كده، اخونا احمد عبد الباسط صحفي الهمام كتب انه ملخص الصفقات بين الزمالك وبيراميدز. انا قلت لكم ان في صفقه انه الزمالك عاوز احمد ايمن منصور وعاوز عبد الله السعيد وعاوز دونجا وعاوز عمر جابر، واخواتك بتوع بيراميدز قالوا للزمالك احنا عاوزين محمد عبد الغني وعايزين احمد فتوح وعايزين عبد الله الجمعه وعايزين مصطفى محمد، ودي اوهام مطلقه عظيمه يعني. بعدين حتى مصطفى فتحي اسف، عبد الله وفتوح ما يتركبوش مع بعض، لا ده هيرضى ولا ده هيرضى. طب انت رحت ليه يا ممدوح يا عيد كلمت احمد فتوح وهو في المعسكر وتقول له احنا عايزينك وانت عاوز عبد الله جمعه تاني، او تحط نفس يعني لو مشي احمد فتوح يعني لو مشي يبقى عشان يبقى اساسي يروح بقى يتخانق تاني ويبقى مين مش يتخانق يعني ينافس تاني بقى مع اخونا عبد الله ده اللي جالهم محمد عبد الشافي هما الاثنين شخصيا يعني. فبالعقل انت بتعمل ده ايه؟ لو دراع او ابتزاز للزمالك او انه تقول له شفت انا عاوز انت مش عاوز مين فالزمالك بقى طلع كلام انه عاوز بريم عادل في اطار يديك مصطفى محمد فتحي. مصطفى فتحي خارج المنظومه دي خالص، خارج الاعراض. وعبد الله جمعه بنسبه كبيره خارج الاعراض.
احمد فتوح لو احمد يعني اللي مصمم ممكن. محمد عبد الغني ما اعتقدش انه يوافق الا اذا لو الزمالك قال له معلش يا محمد، فالراجل يعني مش يختلف يعني، فممكن يمشي. لكن الزمالك بقى احمد ايمن منصور ودونجا وعبد الله السعيد، وانا قلت لكم انه الاولويه لعبد الله السعيد. لكن الصفقه دي وهميه مش هتحصل، ان الزمالك يدي الاربعه دول عشان ياخد الاربعه دول. هو انا لو انت بتسالني رايي، لو هود عبد الله وفتوح وعبد الغني وكمان مصطفى محمد فتحي، اخد رمضان صبحي وابراهيم عادل وعبد الله السعيد ودونجا، بس اقف على كده واحد بواحد راس براس. يلا خد الاربعه دول، وقت لنا الاربعه دول، اخد عبد الله السعيد، رمضان صبحي، ابراهيم عادل، دونجا، ونشوف. ايه رايك؟ ما هم دول اربعه اللي يسووا الاربعه دول. لكن ممدوح عيد وكيل. الاسوأ بقى ان في كلام ان سالم الشمسي ما يعرفش، ودي مسخره لو موضوع صحيح ان صاحب النادي انه بيحصل كده، الا اذا كان بقى بيلعبوا على الزمالك. ممدوح عيد بيلعب على الزمالك انه ياخد لعيبه ويخلص لعيبه ويقول له انا مالكش حاجه عندي. لكن بتوع الزمالك مش ناس يعني لا عصافير ولا الكابتن حسين لبيب. عشان كده مثلا الكابتن حسين لبيب خد موافقه من عبد الله السعيد في انه يبقى يلعب في نادي الزمالك. الزمالك يملك ما يشبه الرغبه في ان عبد الله السعيد يلعب في نادي الزمالك. يعني عشان كده بقول لكم انه الموضوع مش كده يعني. اللي عرفته برضو انه في اتنين من رجال الاعمال تواصلوا مع اداره نادي الزمالك وقالوا لهم لو انتوا عايزين يبقى ابراهيم عادل ويبقى عبد الله السعيد فاحنا ممكن نمول الصفقه. خلي بالك يا اخي العزيز ايها الزملكاوي العزيز على القلب، نحن الان ندخل مرحله الانتخابات، ودي المرحله اللي انا بقول لكم فيها من الزمان ان دي اللي تجيب رمضان صبحي. لكن يبدو ان رمضان اداره بيراميدز يعني رابطه بايديها واسنانها فيه، لكن ابراهيم عادل مش رابطه. ابراهيم عادل هي مش مهموسه منه من المشهد بتاع امير توفيق وبتاع. لكن الموضوع بيقول لنا ان في اتنين رجال اعمال ما عندهمش مانع وبلغوا اداره الزمالك انهم يتولوا ضم اللعيبه الاتنين دول، ابراهيم عادل وعبد الله السعيد لنادي الزمالك. ومره تانية نحن الان في فتره انتخابات، اكيد ناس حابه تلمع نفسها، وايه احلى تلميعه انك تجيب نجمين جمهور الزمالك، واكيد الجمعيه العموميه بتاعت نادي الزمالك هتبقى سعيده بيهم جدا. لا اما ادعم قايمه، انا بس رجل اعمال مش هدخل، بس انا بدعم قايمه شادي عيسى، فانا جبت اللاعب ده، وانا اتمنى منكم بقى ايه تايدوا قايمه شادي، وهكذا. هي دي الامور اللي هتبقى رايحه. فاما نشوف مين. اولا انا ما اعرفش مين الاثنين رجال اعمال، هل هيدخلوا ولا لا، بس ما بحبش يكون فيهم اعلام المقاول. الراجل المقاول ده ما بحبش انه يكون فيه، لانه مهما عمل انا عن نفسي مش هسامحه، اقسم بالله ما هسامحه مهما عمل. وراح لو راح جاب ميسي ورونالدو الاثنين يبقوا في نادي الزمالك، انا لن اسامح هذا الراجل. طيب هل الزمالك حاطط ممر انه احتمال ممكن صفقه عبد الله السعيد ما تكملش رغم حصولهم على موافقته على المجيء لنادي الزمالك ولا لا؟ حاطين احتمال. طب حاطين بديل؟ حاطين بديل، ابن نادي الزمالك محمد ابراهيم. محمد ابراهيم في الصوره انه ممكن يبقى مكان عبد الله السعيد في حاله عدم استطاعه نادي الزمالك تكمله المشوار مع بيراميدز والتعاقد مع عبد الله السعيد. محمد ابراهيم خامه محترمه وابن مبنى نادي الزمالك، هو والجميع يعلم الظروف اللي كان محيطه بيه في فتره وجود المستشار مرتضى وكده، فده امور ممكن كانت تفتح مش باب مشاكل وبتاع، ودلوقتي ممكن تغلق الباب ده ويبقى فيه اريحيه وهدوء في والتركيز، وان محمد مزاجنجي شويه نفسيا، بمعنى انه نفسيته بتاثر فيه، لو زعلان ما بيأديش كويس، لو فرحان بيأدي بشكل كويس. الحقيقه انا لو انا اجيب عبد الله واجيب محمد ابراهيم، لو انا شادي يعني صاحب القرار
لكن انا مش صاحب القرار. اخر حاجه عندي بقى ودي الزبد، ودي هديه لعلاء صادق والكل اهلاوي، الحق يا جدعان الحق يا بيه، ده الزمالك هيتخصم منه، الزمالك هيتوقف قيده، الحق مش هيعرف يجيب، ده الزمالك مش عارف ايه وتشمبونجو. ايه ده اقول تشمبونجو؟ ماله تشمبونجو؟ الزمالك خلص الموضوع وحصل اتفاق وانهى الامر وبقى السمن على عسل، الزمالك مع تشمبونجو مقابل 600,000 دولار. هو الراجل ده كان ليه كام يا جدعان؟ كان ليه 250,000 دولار، خد 350,000 عشان يلم الليله ويبقى سمن على عسل، لانه كان محكوم على الزمالك ب1,100,000 دولار، يعني الزمالك وفر 500,000 دولار. ودي كلام نهائش، اللاعب خلاص تم انهاء ازمه تشمبونج مقابل 600,000 دولار دفعهم او بيدفعهم دلوقتي نادي الزمالك. خلي بالكم اليوم 7/9 كانت القضيه، قبل 7/9 هتسمعوا الكلام اللي انا بقوله لكم ده، ودي هديه لعلاء صادق عشان يكمل حرقه ويحترق زي الشمعه كده للصالح، انه يضحك على جمهور النادي الاهلي ويجروا وراه بالمشوار. الحق ويطلع امبارح الاتحاد الدولي لكره القدم بنفسه يرسل تهنئه لنادي الزمالك بحصوله على الدوري، اللي هو قبلها بيوم الاتحاد الدولي قرر خصم 6 نقاط من نادي الزمالك. عبط وعباطه لا توصف ولا حد لها، وربنا يزيده في العبط والعباطه وياكل دماغه اكتر من كده وعقله يتاكل ويذهب الى جهنم، يعني وبئس المصير بعون الله وباذنه. اشوفكم على خير ودايما متواصلين، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات، وزيك بلا ادنى شك فضلا منكم وليس امرا مني، واللايك مهم جدا جدا جدا.